شهر رمضان هو التحدي الأكبر بحق لامتحان الإرادة البشرية، وفي الصيام والقيام وعمل الخير تنقية للنفس من أخطائها الكثيرة. ويعتبر شهر رمضان من أهم الأشهر في الإسلام، حيث أنه شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر الصيام والقيام وشهر ليلة البدر وليلة القدر. رمضان كريم، وكل يوم ونحن أحبابنا بألف خير وسعادة وأمان.
السادة المشاهدين، أسعد الله بالخير مساءكم، وأنا أحييكم عبر البرنامج المباشر رمضان كريم الذي يأتيكم دائما عبر شاشتكم المميزة قناة اليمن اليوم. اليوم سيكون لدينا العديد من الفقرات عن أهمية العمل التطوعي، وأيضا عن السمنة الزائدة التي تحدث في رمضان، وأيضا سيكون لدينا المنوعات والعديد من المحاور التي أتمنى أن تنال رضاكم. البداية الجديدة والمتجددة دائما من صنعاء مع المهندس رشيد العريقي الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس رشيد، مساء الخير، رمضان كريم. مساء النور أخي صبري، ورمضان كريم وأوقات مباركة إن شاء الله علينا وعليكم وعلى كل المشاهدين الكرام، وكذلك طاقم البرنامج. وهم أيضا يبلغوك السلام يا باش مهندس، وأرجو أن تكونوا دائما في خير وفي سلام وفي وئام دائما. باش مهندس، كانت هناك أجواء طبعا مغبرة وحارة على بلادنا الحبيبة، كيف آلت الأوضاع في بلادنا خلال اليومين الماضيين؟ شكرا لكم. وفعلا أخي الصبري، مشاهدينا الكرام، يعني أغلب محافظات الجمهورية سادها طقس مشمس حار مستقر خلال اليومين الماضيين، وكان أيضا جف على بعض المحافظات وخاصة الصحراوية منها والهضاب الداخلية وأبناء من المحافظات الجبلية. هناك الأجواء المغبرة لا تزال نسبيا مغبرة وعلى أجزاء من سواحلنا الجنوبية، وقد كانت وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد نبه في نشرته التنبيهية قبل ثلاثة أيام من الغبار الواسع الانتشار، وفعلا كانت الأجواء مغبرة ولا تزال بعضها على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت، خاصة المناطق الصحراوية لهذه المحافظات وأجزاء أيضا من الجوف وشمال شبوة ومارب. الأجواء أخي صبري حارة كانت رطبة، وارتفعت درجات الحرارة في مناطقنا الساحلية حتى وصلت إلى 39 درجة مئوية في عدن، وأجزاء من سواحلنا طبعا الجنوبية والغربية ارتفعت درجات الحرارة ومع رطوبة عالية في الجو. هذا ما أغلب محافظات شهدتها هذه الأجواء التي دخلناها عنها. شكرا. طيب يا باش مهندس، تعودنا منكم كأرصاد جوية أن تقومون بإصدار النشرات اليومية، ماذا عن نشرة اليوم الخميس، ما هو الجديد فيها؟ طبعا النشرات الاعتيادية يومية نصدرها المركز الوطني للأرصاد الجوية، وقد وأما بالنسبة للنشرات التنبيهية أو التحذيرية أو الإنذار أو الطارئة، هذه تأتي في أي وقت بحسب ما يقتضي الأحوال، تدخل الأحوال أو المركز الوطني للإنذارات والتنبيهات بها. نشرتنا الاعتيادية يتوقع المركز فيها الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء أيضا مشمسة وحارة على جدا على الصحاري والهضاب الداخلية. الأجواء أيضا صحوة إلى غائمة جزئية مغبرة نسبيا على السواحل الجنوبية ومغبرة على السواحل الغربية لا تزال نتيجة لنشاط الرياح الملحوظ، وكذلك الجفاف الذي ساد الآن في هذه الفترة من العام أو في هذه الأيام. السحب الركامية ممكنة قد تتشكل على أجزاء من محافظات بلادنا الجبلية بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، وذلك في فترة ما بعد ظهر يومنا هذا ويوم غد. هذه يعني أهم سمات الطقس المتوقع بحسب نشرة الأحوال الجوية من المركز الوطني للأرصاد. طيب يا باشمهندس، أنت تحدثت عن التنبؤات، لكن بلا شك بأن هناك تنبيهات، ما هي التنبيهات التي تريدون إخبار المواطنين بها عبر مختلف محافظات بلادنا الحبيبة؟ هناك ثلاثة تنبيهات شملتها نشرتنا المركز الوطني للأرصاد الجوية، ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول لكبار السن وكذلك من يعانون من مشاكل في جهاز التنفسي نتيجة للغبار والأتربة، خاصة في المناطق الآنفة الذكر في مناطقنا خاصة الساحلية منها،
والصحراويه. الامر الاخر هو الثاني التنبيه الاخر من الاجواء الحاره على سواحلنا عموما في كل سواحل بلادنا سواء كان الغربيه او الجنوبيه والصحراء، وينصح الاخوه المواطنين في هذه المناطق بعدم التعرض كثيرا لاشعه الشمس اللافعه خاصه اثناء الظهيره. اما التنبيه الثالث ينبه ايضا في نشرته وقد وزعها كما اسلفت من اضطراب البحر وارتفاع الامواج في مناطقنا الساحليه الغربيه وخاصه في مديريه المخاء ومدخل باب المندب، فينبه الاخوه الصيادين خاصه ومبتدئي البحر حيث يصل ارتفاع الامواج هناك الى 2.5، وبالتالي خص التنبيه بالنسبه للصيادين مبتدئي البحر فقط في مديريه المخا وكذلك مدخل باب المندب حيث الامواج هناك حيث الامواج عاليه قد تصل 2.5، وكذلك نبه الاخوه الصيادين من اضطراب الامواج وامواج البحر. طبعا هذه اهم التنبيهات الثلاثه التي كانت في محتوى نشرتنا الاعتياديه. الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطائرة المدنية المهندس رشيد العريقي، شكرا جزيلا لك والشكر لجميع العاملين معكم، ونتمنى الخير والسلامة لجميع أبناء الوطن المقدس. السادة المشاهدين، للخوض في غمار المحور الأول الذي سوف نتحدث فيه عن العمل التطوعي، من الجميل أن يمنح الإنسان ما يعده ثمينا للآخرين دون انتظار مقابل، إذ لا يوجد ما هو أغلى من الوقت والمال، فأن يعطي الإنسان جزءا من وقته أو ماله أو جهده فهو في عداد المتطوعين الساعين لخير المجتمع والإنسانية، حيث يعد العمل التطوعي ركيزة من الركائز الهامة لرفعة الوطن وإنماء المجتمعات ونشر قيم التعاون والترابط بين الناس، إضافة لكونه سلوكا إنسانيا فريدا يدل على مقدار عالي من العطاء والبذل وحب الخير للإنسانية ورفعة المجتمع وتنميته. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الأستاذة أميرة الدهشان، باحثة بالإعلام التربوي في جامعة عين شمس. أستاذة أميرة مساء الخير، رمضان كريم وكل يوم وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بخير والسادة المشاهدين بخير. أستاذة أميرة، أخبار الصيام وأخبار رمضان؟ الحمد لله بخير، ربنا إن شاء الله يرفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. وأخبار الحجر الصحي؟ وأخبار الحجر الصحي؟ طبعا الحمد لله كل ملتزمين. عام الحجر الصحي وملتزمين بكل التعليمات والإرشادات اللي بتطلع في الإعلام. ممتاز. والحمد لله إحنا وولادنا وعائلتنا الحمد لله. إن شاء الله نتمنى لكم السلام دائما. أستاذة أميرة، سؤالي الأول، هل يعد العمل التطوعي وحجم الانخراط فيه رمزا من رموز تقدم الأمم وازدهارها، خاصة أن الأمة كلما ازدادت في التقدم والرقي ازداد انخراط مواطنيها في أعمال التطوع؟ أكيد طبعا. هو في البداية عايزين نقول يعني إيه تطوع. التطوع ده عبارة عن نشاط إنساني بقدر ان انا اعمله عشان انفع غيري سواء منفعه ماديه او اجتماعيه، وده طبعا بيبذل من اجل افراد المجتمع سواء بصوره فرديه او جمعيه، يعني الواحد بيشتغل في التطوع ده بشكل فردي او جماعي رغبه منه ودافع ان هو يفيد مجتمعه اللي هو عايش فيه. وطبعا ده ما بيحققش عائد مادي او مقابل مادي او ربح للفرد اللي بيقوم بيه، لأنه هو بيبقى حابب ينتمي للمجتمع بتاعه وبيبقى حابب أنه هو يتحمل مسؤولية في تلبية احتياجات المجتمع الملحة سواء لخدمة قضية أو قضية من قضايا المجتمع اللي بيعيش فيه. فدي بداية كده تطوع أي إنسان أو فرد أو مجتمع أو مؤسسة. طيب طبعاً ده ليها تفضلي. تمام. هو ليها دور كبير جدا، سواء التطوع ده له دور إعلامي وله دور عملي. جميل. وله أدوار كثيرة جدا. طيب يا أستاذة أميرة، الانخراط في العمل التطوعي هل هو مطلب من متطلبات الحياة المعاصرة التي أتت بالتنمية والتطور السريع في كافة المجالات؟ طبعا لو جينا نتكلم في البداية خالص، بداية نزول القرآن
وبداية الإسلام كان قدوتنا وحبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده كان أول من قام بعمل تطوعي حين نزل عليه جبريل في غار حراء ورجع إلى السيدة خديجة زوجته وقال لها زملوني زملوني، فقالت له إن الله لن يخزيك أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر. فطمنته وأخبرته إن هو بيقوم بأعمال تطوعية كتير، فأكيد إن ربنا لن يخزيه أبدا. وده قدامنا دور كبير قوي في أهمية الشباب، ودور كبير ليهم جدا في إن هم يغيروا أي ظواهر سلبية في المجتمع لظواهر إيجابية من خلال دورهم وعملهم في المجتمع وإحساسهم بأي مشكلة بتحصل في المجتمع. طيب يا أستاذ، وفي برضو مثال زي السيدة زينب بنت خزيمة برضو اللي هي أم المساكين، عرف عنها إن هي كانت بتعطف على المساكين والفقراء، صحيح. وليها دور كبير جدا. فبناخد قدوتنا من الـ الناس الجميلة اللي احنا اتعلمنا منهم الدين في حياتنا. طيب يا أستاذة، كيف يمكن أن تتضافر كافة جهود المجتمع الرسمية والشعبية ودور العمل التطوعي الفاعل والمؤازر للجهود الرسمية لمواجهة أي ظروف طارئة؟ في طبعا جمعيات أو مؤسسات في المجتمع بتبدأ إن هي تشوف إيه اللي موجود في المجتمع أو إيه القضية أو المشكلة اللي بتحصل في المجتمع وتبدأ إن هي تحلها. زي إيه مثلا؟ في عندنا في مصر جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ساهمت بشكل كبير جدا في إنشاء مؤسسة 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. صحيح. دي طبعا كان في مشكلة زي السرطان، كان أطفال كتير بيواجهوا المشكلة دي في المجتمع وما عندهمش عائد مادي إن هم يصرفوا على العلاج. جميل. فساهمت المؤسسة دي في الشرق الأوسط، وهي علامة فارقة في الشرق الأوسط فعلاً، لتنفيذ مشروعات عديدة جدا بالمعهد القومي ضد السرطان لتخفيف المعاناة عن مرضى السرطان وبالمجان. فعلا هي تجربة رائدة. أيضا لديكم مثل أنشطة إطعام الصائم ومساعدة الفقراء وأيضا ومصر الكساء الخير وجمعية مصر الخير، بنك الطعام. صحيح. في مؤسسات كتير فعلا تجارب رائدة بصراحة، هي تجارب رائدة وبترتقي بالمجتمع وبتقضي على الفقر والجهل والمرض، وهذا دليل على رقي المجتمع يا أستاذة أميرة. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، يعني هل يكسر التطوع الروتين الحياتي الذي عود الفرد نفسه عليه؟ طبعا ده في شباب كتير لما بيقوموا بالعمل التطوعي بيقدروا ان هم يسدوا احتياجات المجتمع اللي هم عايشين فيه، وده طبعا ما بيتعارضش مع مفاهيم المجتمع الثقافية والمجتمعية. بيرسم الابتسام على وجوه الأطفال المحرومين أو الفقراء اللي محتاجين. بقدر إن أنا من خلال العمل المجتمعي ده أدفع الأذى عن الآخرين. في قرى كتير في موجودة عندنا في مصر وفي النجوع ما بيوصل لهمش مية، ما بيوصل لهمش كهرباء، ما بيوصل لهمش طعام. فبتبدأ المؤسسات الخيرية في المجتمع والشباب المتطوع بيقدر ان هو يعمل عملية بحث عن الأشخاص دي في القرى وفي النبوع في الأماكن البعيدة عن المجتمع المدني، ويقدر يحصيها ويبدأ ان هم يوصل لهم احتياجاتهم سواء طعام أو أدوية. أو كان في ساعات حملة تبرع بالبطاطين، يعني جت في فترة من الفترات في الوقت الشتوي جمعوا شباب كده بينهم بين بعضيهم، قالوا ان احنا هنجمع اكبر عدد من البطاطين ونحاول نوزعه على القرى والنجوع اللي بتحس بالبرد وما عندهاش اي وسيلة تدفي بيها نفسها. فدي طبعا حاجة رائعة من الشباب.
طيب وده بيبقى من خلال الفرد. صحيح. طيب يا أستاذة، عندما المتطوع يبذل جهدا لإسعاد الآخرين ويشعر بالسلام الداخلي والفخر بما قدمه ويراجع إنجازاته التطوعية بينه وبين نفسه، هل يؤدي ذلك إلى راحة نفسية للفرد؟ أكيد العمل التطوعي ده سبحان الله بيعمل إحساس بالمسؤولية، إن أنا حاسة بالمسؤولية تجاه الناس دي، أقدر إن أنا أشعر بالثقة إن أنا بعمل حاجة ربنا بيجازيني طبعا عليها أكبر الجزاء. بقدر إن أنا من خلال العمل التطوعي ده أكون شبكة علاقات اجتماعية وبوفق ما بين المؤسسات والناس دي، لأن طبعا الفقراء أو المحتاجين مش هيروحوا يقولوا إحنا عايزين كذا أو محتاجين كذا، لا، في الناس اللي بتتبرع بالعمل التطوعي بيقدروا إن هم يوفقوا بين الأغنياء وبين الفقراء، وفي نفس الوقت ما بيحسسوش الفقراء بان هم محتاجين او بيشحتوا او حاجه زي كده، لا، هم بيوصلوا لهم الحاجه لحد عندهم بدون ما يحصل لهم مشكله نفسيه في ان هم بياخدوا الحاجه دي من الاغنياء. فده طبعا بينمي عندهم كمتطوع، بينمي قدراته، بينمي شخصيته، بيخليه يحس بالمسؤوليه تجاه الناس المحتاجة، وبيقدر يحل مشكلة من مشكلات مجتمعه بطريقة خلاقة. بيقدر ان هو يفكر اعمل ايه واتصرف ازاي في مجتمع عشان احاول اساعد اكبر عدد ممكن من اللي حواليا. انت ذكرتي شبكة العلاقات، اذا التعرف على اشخاص يعني جدد وبناء شبكة علاقات مميزة من خلال العمل التطوعي، هل يساعد ذلك على بناء جسور تواصل يستفيد منها المتطوع شخصيا؟ اكيد طبعا، وده زي مبادرة جمعية اصدقاء المبادرة القومية ضد سرطان الاطفال اللي تأسست سنة 98، دي كانت فكرة أستاذة علا غبور. هي كانت فكرة إن هي كانت عايزة تعالج الناس أو تعالج الأطفال بالمجان وتوفر لهم حاجات كتير قوي من غير ما يدفعوا ولا مليم. فإيه اللي حصل؟ بدأت إنها تجمع مجموعة من الدكاترة ومجموعة من الناس، رجال الأعمال والأغنياء اللي عندهم قدرة مادية يساعدوا في تأسيس حاجة زي كده، و بقت مستشفى 57-53 من أكبر المستشفيات لعلاج السرطان بالمجان في العالم. صحيح. من فكرة، بدأت بفكرة وأصبح عمل واتبنت مستشفى كاملة قدرت أنها تعتبر من أكبر المستشفيات اللي بتعالج الأطفال بدون بالمجان. أيضا عندكم شبكة مستشفيات الدكتور مجدي يعقوب للقلب، يعني نجحت في هذا المجال يعني بالضبط كده. بالضبط. صحيح. برضو الدكتور مجدي يعقوب، وطبعا دور الإعلام في الموضوع ده كبير جدا. احنا مش مقصرين معاكم، العمل التطوعي احنا معاكم دايما في اي شيء مفيد للمجتمع، للفرد وللمجتمع. طبعا لما بنقوم بالدور الإعلامي، دور الإعلام طبعا له دور كبير، لان انا لما ببدأ فكرة صغيرة وبسيطة ببقى محتاجة ان انا انشرها للمجتمع. صحيح. ليه؟ عشان اقدر ان انا اجذب قدر كبير من الناس اللي حابه تشتغل في حاجه زي كده وتساهم في الانتاج لبلدها وتقوي بلدها من خلال اي قضيه بيواجهوها. كلام رائع. مستشفيات كتير وجمعيات خيريه كتير قامت من مجرد فكره للفرد، والإعلام لما بدأ ينشر الحاجات الإيجابية دي بقدر إن أنا لما أتفرج على الإعلانات دي أو الحاجة دي في التلفزيون أفكر إن أنا أساعدهم. المجتمع نفسه اللي يقدر يعمل حاجة بيقدر إن هو يعملها ويعرفها عن طريق الإعلام. صحيح. سواء الراديو أو التلفزيون أو طبعا شبكات التواصل الاجتماعي، فبنقدر إن إحنا نعرف أي مبادرة أو أي حاجة تلاقي الناس كلها بتجري تساعد في العمل الخيري ده. إذن العمل التطوعي هل يرفع من قيمة قدرات الفرد العلمية والعملية ويقوي شخصية الإنسان ويجعلها متميزة؟ طبعا، وده دور كبير جدا، لانه التطوع ده بقى سمه من سمات العصر حاليا، وده فرصه لكل الشباب ان هم يتطلعوا نحو
آفاق رائعة للمجتمع، وإن إحنا نوصل لأكبر قدر من الناس في المجتمع، وده بيخليهم يكتسبوا مهارات جديدة. يعني دي حاجة، مهارة من المهارات بيكتسبوها من المجتمع، لكن مش بيتولدوا بيها، لكن بيتعلموها من اللي حواليهم. وده طبعا بيخلي عندهم رضا نفسي، إن أنا بقدر أتعامل مع الآخرين، أقدر إن أنا ألبي احتياجات الناس، أساعد الناس في ظروفها الصعبة، المواقف اللي بيتعرضوا ليها، وإن هم ما يقدروش إن هم يتكلموا في المواضيع دي على الملأ. فلما في إنسان مثلا بيعرف إن في حالة معينة عايزة مساعدة أو محتاجة تعمل صحيح. عملية، في عندنا برضو البرنامج اللي هو بتاع ريهام سعيد، أستاذة ريهام سعيد الإعلامية، ساعد كتير قوي قوي، اللي هو صبايا الخير. ده كان برنامج، وبدأ بفكرة برنامج، بدأت إن هي تنشر الموضوع ده على المجتمع، وبدأت ناس كتير عن طريق الإعلام تساعدها في المبادرة بتاعتها، سواء تعمل عمليات قلب مفتوح، عايزة تعمل عمليات لأطفال أو ناس عندها مشكلة مادية، فبتقدر إنها تساعدهم، وبتوفق ما بين المؤسسات الخيرية، وبتوفق ما بين المرضى أو المحتاجين في كل مكان. ودي حاجة رائعة برضو، الواحد لما بيتفرج عليها أو بيشوفها بيقلدها، وده اللي احنا محتاجينه في المجتمع، ان احنا نساعد كلنا بعض عشان صحيح نقدر نوصل بمجتمعنا لأفضل مكانة. صحيح. طيب يا أستاذة أميرة، العمل التطوعي هل ينقل الفرد من حالة الخمول إلى الإنتاج؟ هل يمكن الاستفادة من هذه الطاقات بأفضل الوسائل؟ أكيد طبعا، وده بيساهم في الإنتاج سواء للفرد أو للأسرة أو للمجتمع، يعني الثلاثة، لأنه طبعا من ناحية الفرد هو بيحقق نوع من السعادة، بشعر بالسعادة إن أنا عملت حاجة إيجابية في مجتمعي، بشارك الآخرين وباخد بإيديهم، سواء بيساعد برضو الأسرة، لأن بيعودها على البذل والعطاء. لما أنا أعود ولادي وأعود كل اللي انا متوليه مسؤوليتهم ان انا لازم اعمل حاجه خيريه، لو اقدر ان انا اساعد المحتاج اساعده، فده بيساعدني كاسره، وان انا بربي اولادي على حاجه زي كده، بحيث ان هم يطلعوا لما يكبروا يفيدوا مجتمعهم. وبالنسبه برضو للمجتمع، لما بيمر بازمات زي الازمه مثلا اللي حصلت لنا ايام وقت السيول والاعصار، حصلت صحيح. أزمة كبيرة في المجتمع، الناس كلها حصل لها، يعني كنا احنا مش متعودين على السيول والإعصار والحاجات دي في مصر، فلما حصلت والشوارع اتغرقت بالمية، حصل وشفنا حاجات تجارب، يعني جميلة قوي صحيح شفنا يعني من تجارب الشباب في لشباب الشوارع. مصريين. فالتجربة، صحيح وبدون ما حد يقول لهم اعملوا كذا، صحيح في ناس كانت معدية في الشوارع بعربيات الكبيرة اللي صحيح، هي كانوا بيسحبوا عربيات السيارات الفور باي الصغيرة. فور، أيوة بالظبط كده، صحيح وبدأوا يدفعوا بالعربيات الصغيرة العالقة في الماء، بيدفعوها، وتفاعلوا الناس، وساعد ناس تفاعلوا كتير صحيح. جدا، وناس كتير برضو كانت هتغرق أو هتصعق بالكهرباء، بدأوا إن هم يساعدوهم ويقدروا ان هم يخرجوهم من الميه او المكان اللي هم عالقين فيه. ودي حاجه سبحان الله، يعني لان الانسان متربي على الدين وعلى الخلق وعلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالواحد بيعملها تلقاء نفسه، ودي حاجه رائعه، بتفيد مجتمعي، بتفيد البيئه اللي انا عايشه فيها، وان انا ابذل أي شيء، ببذل عطاء علشان أساعد مجتمعي، دي حاجة صحيح. الإنسان بيحس بشعور رائع. طيب يا أستاذة، العمل التطوعي هل يساهم في تطور المجتمع من جميع النواحي، خاصة أن العلاقات الإنسانية تدفع نحو التنوير الثقافي والفكري، والذي بدوره يدفع بعجلة التقدم إلى الأمام في المجتمعات على اختلافها؟ طبعا، وده دور الجمعيات والمؤسسات اللي موجودة في المجتمع، إن هي يكون عندها برضو شفافية، وتعمل إحصائيات ودراسات دايما
ولازم اللي يشتغل في حاجة زي كده يحاول ان هو يكون مؤهل علميا او نفسيا، ويبقى عنده قدرة ويبقى حابب ده، ويضع ليهم آليات معينة عشان يقدروا ان هم يساعدوا مجتمعهم. وطبعا لما نعمل مؤتمرات ونعمل ندوات ونتبادل المعلومات في حاجة زي كده، نقدر ان احنا نفيد مجتمعنا وبلدنا، بحيث اللي ما يعرف المعلومات دي او اللي ما يعرفش ازاي يقدر ان هو يتطوع او يساعد الاخرين، يعرف عن طريق المؤتمرات، الندوات، الاعلام، الاعلانات، لان دي بتساعدنا كتير في ان احنا نعرف حاجات ما كناش نعرفها. صحيح. فده بيخدمنا وبيخدم نفسنا وبيحل مشكلات ممكن الدولة ما تبقاش قادرة انها تعملها، فالأفراد نفسهم بيقوموا بيها وبيقدروا بجهدهم الشخصي وبحاجات بسيطة جدا يقدروا ان هم يحلوا اي مشكلة او قضية بتواجه مجتمعهم. يعتبر الشباب هم المحرك الرئيس للعمل والإنجاز في شتى أنواع المجتمعات الإنسانية، ففئة الشباب طبعا هي التي تمتلك الحماس المطلوب والاندفاع الضروري والتفكير أكيد. المستنير والطاقة البدنية العالية. ما هي نصيحتك للشباب اليوم؟ نصيحتي للشباب طبعا إن هم من خلال العلاقات الاجتماعية إن هم يكونوا شبكة لمساعدة الآخرين. في شباب كتير قوي بيبقى مثلا عاطل، ما بيبقاش وراه أي حاجة أو ما بيشتغلش أو كده، ممكن إن أنا عشان أحقق فرصة عمل، أنا لو عملت مبادرة وجمعت مجموعة من الشباب اللي هم ما بيقوموش بأي دور، هم مش لاقيين شغل وما عندهمش أي حاجة يقوموا بيها، لو عملوا فكرة إن هم يساعدوا الآخرين، ده ممكن يديهم تنمية في قدراتهم ويديهم مهارات، ويقدروا إن هم من خلال حاجات بسيطة يقدروا يعملوها في مجتمعهم، بدل ما كانوا مش لاقيين شغل او مش لاقيين عمل، يقدروا يقوموا بعمل تطوعي يكبر من افكارهم ويخلي عندهم قدرة لمواجهة اي مشكلة، سواء مثلا في العمارة اللي انا ساكنة فيها، الشارع صحيح. اللي انا ساكنة فيه، البيئة اللي انا يعني، حتى لو هم بدأوا ببيئة صغيرة بتبدأ الحاجة دي تكبر 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 لحد ما بتوصل لمجتمع اكبر. ودي نصيحتي للشباب اللي هم عاطلين أو مش لاقيين فرصة عمل وبيقولوا احنا مش لاقيين، مش قادرين نعمل حاجة، فدي حاجة جميلة جدا إن هم يفكروا في حاجة زي كده. والموضوع ده بيبدأ بحاجات بسيطة صحيح. وأفكار بسيطة وبيوصل لأكبر عدد من المجتمع وبيحل مشكلات، جميل. زي ما حصلت قبل كده وقدرنا إن احنا نحل مشكلات كتير في بلدنا بسبب فكرة بسيطة وحاجة بسيطة قمنا بيها ووصلت للجميع، صح. أستاذة أميرة ودي الدهشان، بتنمي إحساسهم وبتثقل شخصيتهم، بدل ما هم حاسين إن هم في الظروف صعبة، لا أنا بساعد مجتمعي، بساعد الآخرين، بقدر إن أنا أقوم بعمل ممكن الحكومة ما تكونش قادرة إنها تعمله، فبحس بمسؤوليتي تجاه أسرتي وتجاه مجتمعي اللي أنا بعيش فيه. الأستاذة أميرة الدهشان الباحثة بالإعلام التربوي جامعة عين شمس، شكرا جزيلا لك. السادة المشاهدين، كما تابعنا الحوار حول أهمية العمل التطوعي، كان لدينا العديد من التجارب في اليمن، كان هناك جمعية الكشافة والمرشدات، وأيضا كان لدينا الهلال الأحمر اليمني، وأيضا معنا مؤسسة الصالح التي تقوم بأعمال طوعية رائدة في العمل الإنساني. التحية دائما للجميع الذين يقومون بتقديم هذه الخدمات الطوعية والتي تساهم في بناء المجتمع ورقيه. فاصل ثم نعود لاستكمال المحور الثاني من برنامجكم المباشر رمضان كريم، ابقوا معنا.
السادة المشاهدين، عدت إليكم مجددا لاستكمال بقية محاور حلقتنا لهذا اليوم الخميس من البرنامج المباشر رمضان كريم الذي يأتيكم دائما عبر شاشة قناة اليمن اليوم. بداية المحور الثاني سوف نتحدث عن السمنة التي هي تعتبر حالة طبية تنتج عن زيادة الوزن والدهون في الجسم، وقد تسبب السمنة العديد من المضاعفات الصحية مثل التهاب المفاصل وبعض أنواع السرطان ومتلازمة التمثيل الغذائي التي تتضمن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وعدد من المشاكل الصحية الأخرى. ويمكن التعبير عن السمنة من خلال العديد من المعايير مثل مؤشر كتلة الجسم وكمية الدهون وتوزيعها في الجسم. طبعا حول هذا الموضوع يسرني أن تكون معي الدكتورة إيمان فكري، استشارية التغذية والسمنة. دكتورة إيمان مساء الخير، رمضان كريم وكل يوم وأنت بخير. كل سنة وأنتم طيبين ويوم سعيد يا رب عليكم، ورمضان كريم يا رب على الكل. شكرا يا دكتورة. دكتورة، سؤالي الأول، هل تؤثر السمنة على شكل الجسم فقط أم أن هناك تأثير سلبي على أعضاء الجسم المختلفة؟ السمنة دلوقتي فعلا أثبتت خطورتها بشكل كبير جدا على كل أعضاء الجسم، على كل خلايا الجسم، وهي الضرر الأساسي دلوقتي ضد المناعة. إحنا النهاردة قصاد مشكلة السمنة بنتكلم فيها قدام كل الفيروسز اللي موجودة دلوقتي حوالينا، وبسببها قلة المناعة اللي موجودة في بعض أجسام الناس اللي هي بتبقى عرضة لاستقبال أمراض وفيروسز كتير ومشاكل صحية كتير، وعرضة لقلة المناعة في جسمهم وعلى رأسهم طبعا السرطانات والضغط والسكر، كوليسترول، مشاكل في الظهر، مشاكل في النقرس. كل الأمراض دي للأسف بقت سببها الأساسي إذا ما كانش مثلا حوالي 60 أو 70% منهم سبب السمنة للأسف. طيب يا دكتورة إيمان، هل السمنة تؤدي إلى مشاكل في التنفس وانقطاع النفس أثناء النوم وحتى الكوابيس مثلا؟ طبعا طبعا، لأن إحنا لو زادت الخلايا الدهنية الموجودة على منطقة البطن والأحشاء الداخلية ده بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وده برضو بيؤدي إلى بالتالي قلة التنفس، وطبعا ده ممكن يؤثر على مشاكل في الصدر وفي القلب وفي الكوليسترول، لأن برضو طبعا زيادة الكوليسترول الدار في الجسم اللي هو الـ LDL ده ممكن يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة، ويؤدي طبعا على رأسها طبعا المشاكل اللي هي بيؤدي إلى قلة التنفس ومشاكل اللي هي بتخلي الجسم تقل مناعته وبتخليه يقلل في معدل طبعا الحركة والأكتيفيتي طوال اليوم. تلاقي الشخص الممتلئ ده كسول، مش قادر يتحرك، مش عارف يلبس جزمته، عنده اختلال في صحيح. الفقرات بتاع ظهره كمان ما بين الرابعة والخامسة تبص تلاقيها مختلة، مش ثابتة المكان ده، وده اللي بيقول لك عندي ديسك. طبعا هو مش ديسك، هو زيادة السمنة اللي حصلت عملت اختلال ما بين الفقرات، وبالتالي أدت إلى إن هو مش عارف يتحرك بشكل كبير. الفقرات دي ضغطت على الأعصاب، عملت التهاب في الأعصاب، وبالتالي بقى مش عارف يمشي، مش عارف يتحرك، عنده آلام مستمرة،
وبيبقى العلاج الوحيد هو نزول الوزن. عشان كده دايما نقول سمنه البطن دي هي سمنه مش بس الاحشاء الداخليه، دي سمنه بتاثر على الجسم ككل، الحاله الصحيه للجسم ككل. فعلشان كده بننصح دايما اهم حاجه ان بلاش سمنه التفاحه دي يا جماعه، خلينا نحاول ان احنا نقلل من سمنه البطن قدر المستطاع. طيب يا دكتوره، انت عارفه انه الان احنا في شهر رمضان المبارك، هناك طبعا من يفرط في الاكل وتناول الحلويات ويتخذ رمضان فرصه للاكل، وهناك العديد يعني اللي بيتعرضوا لزياده في الوزن. السؤال كيف نعالج السمنه في رمضان؟ كيف نستغل شهر رمضان في ذلك؟ والله هو طبعا شهر رمضان ده شهر كريم جدا، والصيام من اصح العادات الغذائيه اللي احنا اصلا اكتشفناها مؤخرا واكتشفوها العلماء مؤخرا، ان الصيام المتقطع ده من افيد الحاجات اللي ممكن يعملها الانسان، علشان مش بس يسد، علشان ان هو يفيد جسمه. عمليه البناء والهدم اللي بتتم في عمليه الصيام، ان في فتره الجسم بياخد فيها اكسجين وبيسيب فيها ثاني اكسيد الكربون، ده بيكون اثناء الصيام. علشان كده واثناء طبعا الفطار بيبتدي ياخد البروتين ويعوض جسمه عن البروتين والكربوهيدرات اللي فقدها والطاقه اللي فقدها، ويبتدي ان هو يبتدي يزود الميتابوليزم اثناء فتره الصيام. فعشان كده هي من اهم العادات الصحيه يعني الكريمه يعني اللي احنا المفروض يعني بنتعود عليها وجسمنا بيتعود عليها بعد فتره، بعد كام يوم من اثناء فتره رمضان، وبالتالي الجسم بيبتدي يكون صحته احسن. لو عنده مشاكل في القولون بيتحسن، لو عنده مشاكل في الكوليسترول بيتحسن، لو عنده ضغط عالي بيتحسن، كل حاجه بتتحسن، وحتى السكر بيتزل، بس بعد بياخد يومين ثلاثه في الاول لغايه ما يبتدي كل حاجه عنده تنزل. عشان كده هو انا بوصي طبعا بالصيام جدا، وبقول ان احنا لازم نحافظ عليه، وفي نفس الوقت ما نستسلمش بقى للعزومات الكتيره والاكل يعني العزومات الرمضانيه للاسف اللي هي فيها تنوع كتير في عدد في الوجبه نفسها. تلاقي نفس العزومه فيها كذا بروتين محطوط قدامنا، كذا كربوهيدرات محطوط قدامنا، وده خطر جدا. احنا المفروض نختار حاجه واحده للكربوهيدرات، حاجه واحده للبروتين، طبق السلطه الكبير، وطبعا بنبدا بالشوربه اللي هي بتهيئ المعده اصلا لاستقبال الاكل، ولازم تكون حاجه مش سخنه قوي ولا حاجه طبعا ساقعه زي المشروبات المثلجه اللي بعض الناس بتاخدها، لان ده بيلهب وبيحفز الشعيرات الدمويه ان هي يحصل لها بازل كونستريكشن، وبالتالي ما تهضمش الاكل. لكن بنبقى عايزين الشوربه الفتره او الدافيه، بنقول حاجه دافيه بس بتحفز المعده لاستقبال الاكل والهضم بعد كده. علشان كده بنقول التنوع في الوجبه الغذائيه مهم جدا، بس مش بكثرتها. نحاول ان احنا ناخد الاول حاجه تعادل بس حموضه المعده، لان هي بتبقى فتره الصيام دي فتره بيبقى فيها المعده حمضيه. معنى ايه ان هي حمضيه؟ ان هي قاعد البي اتش بتاع الدم في الوقت ده كان اقل من 7.4، فمعنى كده ان انا بحاول اخليها قلويه، بان انا باخد مثلا ميه عليها، ليمون عليها، نعناع في الاول، بحيث ان انا بعادل حموضه المعده، وبعد كده ابتدي زي ما اتفقنا ان احنا بنهيئها بشوربه، ولو في مثلا تمرايه او ثلاث تمرات بس بتحفز المخ ان هو يستقبل الاكل، ويبتدي ينبهه ان هو هيستقبل الاكل علشان يبتدي يهضم الاكل او الوجبه الغذائيه المتوازنه اللي هو هياخدها. فدي باعتدال جدا، بحيث ان هو الانسان لا يعني افراط ولا تفريط، احنا ولا بنحرم الجسم ولا بنديله وجبه دسمه مفاجاه بعد فتره صيام طويله، بحيث ان هو يشعر بالخمول والكسل بعد الاكل. لازم يكون وجبه خفيفه، وجبه متوازنه فيها كل العناصر الغذائيه، نديله فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي فقدها اثناء فتره الصيام، خاصه الصيام دلوقتي في وقت حر. طيب عفوا يا دكتورة، دائما نسمع عن طرق عديدة يعني طرق طبعا معالجة، ما هي أبرز أو أهم طرق يعني لمعالجة السمنة الموضعية؟ طبعا السمنة الموضعية من أخطر الحاجات وعلى رأسها طبعا. طبعا احنا اتكلمنا عن سمنة البطن، سمنة البطن قد ايه هي خطيرة وقد ايه هي ممكن تسبب أمراض كتير.
علشان كده احنا دلوقتي احدث الطرق العلميه هي تفتيت الدهون الموضعيه في المنطقه بتاعت البطن دي باحدث الطرق اللي هي تجميد الخلايا الدهنيه. ما هي الطرق هذه عفوا يا دكتوره، ما هي هذه الطرق الحديثه لتفتيت الدهون بالذات؟ اللي هي التجميد ده عباره عن حاجه جهاز اسمه كرايم بيعمل تجميد فريزنج كولينج للخلايا الدهنيه اللي موجوده في منطقه البطن لمده 3 4 ساعه، وبعد كده نبتدي ان احنا نحول الخلايا المتجمده دي الى ميه سائله فلويد او ليكويد يسهل خروجها بره الجسم عن طريق الغدد الليمفاويه. الغدد الليمفاويه اللي موجوده اساسا في جسمنا ووظيفتها طرد الدهون هنبتدي ان احنا نحفزها بحاجه اسمها الترا ساوند، بحيث ان هو الدهون اللي اتجمدت دي في الكرايو يبتدي ان هو يحصل لها ليكوفاكشن او ان هي تبقى سائله تخرج بره الجسم بطريقه سهله. بعد كده طبعا المنطقه دي هتبقى فاضيه من الدهون، اذا لازم نشد ترهلات الجلد والعضلات برضو باجهزه حديثه زي الراديو فريكونسي اللي هو بيحفز من الكولاجين اللي هو تحت الجلد ان هو يطلع، وبالتالي يشد ترهلات الجلد والعضلات كمان ممكن ان احنا نشدها بطريقه بسيطه زي الكتريكال ستيميليشن او حاجه من الاجهزه البسيطه اللي ممكن تشد ترهلات العضلات. اذا بكده انا فتت الدهون، شديت الجلد، شديت العضلات، الموضوع ينزل الدهون وينزل البطن او حتى الارداف او الاجناب بشكل امن ومن غير اي سايد افكت. دي طريقه هتبقى صحيه وامنه احسن بكتير من الناس اللي هي بتروح للاسف لعمليات الجراحيه والشفط اللي هي ممكن بالعكس يزود الترهلات الجسم ويزود شكل اللي غير مرغوب فيه في البطن او الارداف او الاجناب او اي مشاكل ثانيه ممكن تكون بتعرض لها الانسان في حياته. فطبعا الطرق الحديثه دي بتوفر لنا بتبعدنا تماما عن كل ما هو ممكن يكون ضار، وبتقلل الدهون بشكل كبير، بتقلل من النقاشات كمان اللي في اللي ممكن يكون مثلا واحده عندها للاسف مشكله في ظهرها، مشاكل صحيه على الركب، زياده في السكر، كل الحاجات دي ممكن تتظبط بزياده طبعا بعمليات تفتيت الدهون من غير اي تعرض لالام او جراحات او اي مشاكل تضر الجسم. فدي امن طريقه واحده طريقه، وفي نفس الوقت بتدي حتى لو في تشققات في الجلد بتتعالج، حتى لو في قله نشاط بيحسوا بعد دخول الاكسجين للخلايا، لان يعني طبعا بعد بنعمل حاجه زي اوزون كده اسمها ده بيدخل اكسجين للخلايا بيجدد الخلايا، وفي نفس الوقت بيمنع تكون دهون في المنطقه دي تاني، ودي برضو فعلا من امن واشطر الطرق العلاجيه الموجوده دلوقتي لعلاج اي منطقه في الجسم يعني حتى لو بعد ولادة أو بعد رضاعة أو كده حصل ترهل في الجسم. دي برضو بنقدر نعالجها بالجلسات البسيطة دي ومن غير أي مشاكل صحية. هل هناك تأثيرات وراثية يمكن أن تؤثر الجينات على كمية الدهون التي يخزنها الجسم؟ طبعا اختلف والله الأبحاث والعلماء ما بين الوراثة وبين العادات الوراثية. بمعنى ان الوراثه هي طبعا زي ما حضرتك بتقول كده الجينات اللي بنتولد بيها او يعني الجسم اللي هو مولودين بيه، اللي هو مثلا في العيله دي كلها عندها سنه في البطن او العيله دي عندها سنه في الارداف او العيله دي كلها ما بتخسش بسهوله او بالعكس ما بيزيدوش بسهوله رفيعين قوي، فدي ممكن يبقى ليها جزء او ليها نسبه لا تزيد عن مثلا 50%. في 50% بقى اكتشفوها مؤخرا ان هي العادات الوراثيه. بص العيله دي كلها طريقه اكلها غلط، معنى كده هم بياكلوا ويناموا على طول، او ان هم بياكلوا جانك فود كتير، ان هو ما بيشربوش ميه، ان هم ما بيتحركوش، او العيله دي بتسهر كتير قوي وبتصحى متاخر، فطبعا الميتابوليك ريت نفسه او الميتابوليزم متغير في جسمهم. حدوك تلاقي في عادات وراثيه بتاثر برضو بشكل على الاقل 50% تانيين ما نقدرش نتجاهلهم. اذا احنا في الاول وفي الاخر محتاجين change of lifestyle، طريقه حياه معينه،
امتى امشي وامتى انام وامتى اكل، تثبيت مواعيد الاكل ده مهم جدا، ابعد عن العادات الخاطئه، اشرب ميه كتير، ابتدي اتحرك، كل الحاجات دي طريقه مفيده. انا يعني زدت في الوزن قوي هروح الجيم، الكلام ده يعني اثبت فشل بشكل كبير جدا، واثبت ان هو ده من اسباب السمنة على فكره، ان اللي هو لما يزيد وزنه جدا يقوم رايح الجيم وخلاص اكنه بيخلص نفسه. طبعا هو اولا مش هيقدر يلتزم، وفي الوزن ده هيبقى تقيل جدا، ممكن يحصل تمزق في العضلات، تمزق في الاربطه بالوزن الكبير ده. الموضوع في تدرج، ممكن نمشي على الاقل نتمشى ربع ساعه كاتل ساعه، كل ده مع نظام غذائي صحي متوازن، في تثبيت لمواعيد الاكل والميه وفي دكتورة إيمان يبدو أنا رايح الجيم وخلاص. دكتورة إيمان عاجز عن شكرك، كانت معلومات مفيدة جدا استفدنا منها كثيرا، وهي فرصة أيضا في رمضان الإنسان يستغل الشهر للصوم يعني والعبادة، وبإذن الله نتمنى الصحة للجميع دائما. دكتورة إيمان فكري شكرا جزيلا لتواصلك معنا. النجاح في أي مجال من مجالات الحياة مرتبط أساسا بالإرادة القوية للفرد، والتي تكون فيها عناصر التحدي والإصرار حاضرة، وخلق روح الإصرار والتحدي والإرادة القوية يجب أن يكون على أساس قوي لمحاربة الجهل والتخلف ونبذ الروح الطائفية والتعصب الديني. الحياة دائما أجمل بكم، في أمان الله.